ننطلق من الأرض إلى الفضاء في رحلة افتراضية مع وكالة ناسا لاكتشاف عوالم جديدة. هذه التجربة يعيشها الزائر لمعرض وكالة ناسا الفضائية الذي استضافته مدينة اسطنبول برعاية شركة هوبالوبا إكسبو التركية. معرضنا عبارة عن معرض متنقل لشؤون الفضاء، وهو أكبر معرض متنقل تجول في 12 دولة حول العالم، ووصل في هذه السنة إلى تركيا بعد جولته في إيطاليا. يغطي هذا المعرض بشكل خاص الأحداث التي سبقت فترة الوصول إلى القمر، ولكن بنفس الوقت يغطي الأنشطة والأحداث التي حدثت في الرحلات الفضائية خلال 69 عاماً السابقة. ينقسم المعرض إلى قسمين. القسم الأول هو التاريخ الذي يعرض معلومات تاريخية عن رحلات الفضاء، والقسم الثاني يتعلق بمعلومات الرحلات الفضائية ومحاكاتها. ويتيح المعرض رؤية ومشاهدة أكثر من 200 قطعة بحجمها الطبيعي تتعلق بالفضاء والكواكب والقمر ورواد الفضاء، فضلاً عن نسخ طبق الأصل من المركبات الفضائية. كما يقدم المعرض فرصة لعشاق الفضاء للتعرف على تفاصيل الكواكب والطبقات الجوية، إضافة إلى تقمص شخصية رائد الفضاء باستخدام التقنيات التفاعلية. الصراحة المعرض فكرته جميلة، يعني بيبدأ من تاريخ أول اكتشافات في الفضاء، كيف كانوا الأدوات اللي كانوا يستخدموها للدراسات تبعهم، كمان أول محاولات للذهاب إلى الفضاء سواء كانت فاشلة أو كانت ناجحة. ويستمر المعرض لغاية 31 من شهر كانون الأول الجاري، مستقبلا آلاف الزوار ومنتظرا مثلهم.